احنا غريبين من منطقة خان شيخون، واصابت كثير علم، وانا دخلت على تركيا مشان اعالج ابني، هم حولونا ويحولونا من مشفى لمشفى، الله يجزيهم الخير ما غصروا معنا، بس علاجه بدي علاجه وتأمين مستقبله ومستقبل اخواته، يعني انا ما احسن اشتغل، وهذا وضع ابني ووضعنا كلياتنا. هو عملية هي اسمها تطويل عظام، وبعد العملية بده أطراف ذكية اسمها. طيب، وهذا وضع مصطفى. أنا بالنسبة لي عاقتي متحملها الحمد لله، بس عندي أهم شيء وضع ابني مصطفى، يعني بتمنى من جميع الدول تحسن تساعدنا موضوع ابني وعلاجه وتركيبه له أطراف بروتيز، يساعدونا، يعني نطلب من دولة كندا، من ألمانيا، الدول الأوروبية، أنها تساعد ابني تأمين مستقبله وشوفه يروح مثل الأطفال على المدارس ويكون مبسوط.